فقت معطله مع الصباح البنات، لقيت راجلي تبارك الله عليه فطار، وانا الله تنسخن في المسمنه ديالي اللي كانوا في الكونجيلاتور البنات. كنت انا ديما تنعجن المسمن ونديرو في الكونجيلاتور باش نهار فاش نحتاجو نبغيه. صافي البنات، هنا درت شي كاطوات، قلت للراجل اجي بعد غير بس معايا يشرب اتاي وصافي. وكاين عندي واحد الرونديفو البنات مع 10:30، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كل شيء. بغيت نمشي نتهلا في راسي واحد شويه، هادشي اللي كان البنات. صافي البنات، وجدت هنايا الفطور ديالي، حيت انا اللي غادي نفطر ماشي راجلي. راجلي مسكين راه فاطر بكري، انا اللي ناعسه حتى لقاع النهار. صافي البنات، انا هنا اتاي تندير فيه غير بعض السكرات ديال القهوه. كيف تتعرفوا كيما ديما تنقول لكم راه ما تناكلش بزاف السكر. لا حتى راجلي بصراحه قال هو تيشرب اتاي لا قهوه هكاك بلا سكر، وحتى انا القهوه تنشربها بلا سكر. هادشي اللي كان الكبدات ديالي. المهم راني تنوري لكم، شفتوا؟ وبصحتكم وحقكم في الجنه البنات، الله يعطيكم الخير. ما تنساونيش غير واحد الحركات الاكسبلور. عندي الصينيه في القناه، داكشي علاش الفيديوهات ديالي ما تيتحركوش الكبدات ديالي. صافي قلت الراجل هكا، قال لي لا ما دارنيش الجوع، راه فطرت. وشكرا لكم الكبدات ديالي على كل شيء وعلى النصايح ديالكم. ودابا صافي غادي نمشي بحالي، دابا صافي نمشي نتهلا في راسي كما قلت لكم، وغادي نحط لكم فيديو الثاني ان شاء الله. شكرا لكم الكبدات ديالي. تصوروا شكون اللي ركب ليا لا تروتينيت ديالي، جربها. المهم فاش وصلت عند السيده على حسب بغيت نقد الضفاريا الكبدات ديالي، قلت ديما حنا الروتينات الكوزينات تقهرنا ما نكذبش عليكم. ايوا مع الصباح البنات، كان عندي الرونديفو مع 11، ساكنه غير حدايا، واحد الانسانه ظريفه. وشكرا لكم المتتبعات ديالي اللي مشاو عندها، قالت لي خمسه البنات اللي جاو من 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 عندي. قلت ليها مزيان، قالت لي هي غادي ندير لك اليوم فابور. قلت ليها ما يمكنش فابور، قالت لي لا صيفطي لي البنات. قلت ليها لا، قلت ليها ابدا. وصف البنات قدت لي ضفاري، ولكن والله الا تعذبات معاهم حيت فلابيس فاش المهم كنا في العطله فلابيسين، ودخل لي الماء بين الضفار والمهم واحد البرودوي دارتو ليا راه ماشي لو جيل، ما عقلتش على ديك السميله قالت لي. ومشات حيداتو ليا كاع، حيداتو ليا كامل، عاد دارت ليا لو جيل اللي دارت ليا هاد الخطره، قالت لي ما يمكنش نخلي لك هذاك البرودوي. والله ما عقلت اش نسميتو. صافي البنات، قالت لي هاد الضفار ديالي واحد انسانه ظريفه، ودابا هذا راه لو جيل اللي دارت ليا البنات. تصوروا ساعه ونص وهي معايا. هاد اللون اللي اختاريته هي اللي جربات لا تروتينيت ديالي، قالت لي بغيت نشريها ولكن جربها من عندك. راجلي مريض وتيدوز الكازون، ولكن ما غاديش نخليه ابدا، ما نخليش. تخاصمنا النيت على ود هاد الكازون، قال لك لا خليني ندير النص وانت ديري النص. قلت ليه لا ابدا، قلت له الله يعطيك الخير الا ما تعطيني هادشي باش يعني نقطع الكازون. صافي ايوا صافي، شديت هذيك وبقيت ندوز الكازون البنات، وتيطيحوا لي الافكار كتارين في راسي. الله يحفظه. صافي والله الحمد لله على كل شيء. صافي البنات، بديت تنقطع الكازون وتنجمعو في هاد فهاديك الخنشه ولا في داك الصاك ولا شنو غادي تسميوه كاع. او قولوا لي عاوتاني لا راه ماشي خنشه ماشي صاك، المهم سميوها كيما بغيتو. المهم انا تنسميها كيما بغيت انايا. وهادشي اللي كان الكبدات ديالي، وتنتمنى تكونوا بخير ولا خير وبصحيحه يا ربي، واللي تمنيتيها يا ربي تحقق لكم هادشي اللي غادي نقول لكم. واليوم الصه ديال البنات، الصه 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 الصه. المهم مشيت انا الخدمه ورجعت، عاد بديت نقطع هاد الكازون، ومن بعد ان شاء الله نحط لكم الغداء وفاش نتغدى ان شاء الله. المهم بارطاجي معكم هاد النهار وصافي، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديوهات ديالي. غير ما تنساونيش بواحد الحركه الاكسبلور، حيت الفيديوهات ديالي ما بقاوش يطلعوا ليا بصراحه، تقراكم كلشي تتشوفوه، وواحد القليب وواحد الكومونتير يكون زوين بحال لكم الكبدات ديالي. صافي البنات، شديت هاد الصاك مع ثقيل، ما نقدش نهزو انا وراجلي باش نحطو في الطوموبيل. قلت بلاتي نقسمو يعني نحيد فيه النص ونحطو في داك الصاك الاخر باش يجيني ساهل انا وراجلي الا غادي نهزوه. صافي الكبدات ديالي، عاوني راجلي الله يعطيه الخير والله يسمح لينا من هاد الدنيا باش نهز داك الصاك الكبير. حطيناه تما وهزيت هذاك الصاك وغادي ندي باش نتلح.
خا نوضتها صباطون وراجلي على ود الكازون، قلت علاش لا ما نديرليش عصير البربه. قلت لك نبارطاجي معكم، درت نص ديال الخياره اللي جات لي جارتي، غادي نديرها نيت دابا، والبربه عندي واحد ثلاثه في مقصو، وعندي جوج بنانات، وغادي ندير شويه السكر والعصير ديال الليمون كما شفت هاد جوج ليمونات. عرفت واش غيطحن كلشي ولا لا؟ والسنيدة غنديرها واحد شوية، واحد جوج معالق هكذا، وندير عصير الليمون. العصير تاع الباربا جاني خاطر البنات كيف تتشوفوا، غادي نزيد عاوتاني داك العصير الليمون اللي بقى ليا باش ما يكونش خاطر بزاف عاوتاني. آه تبارك الله جابنين الكبيدات ديالي، جابنين بنين بنين. ما تنساوش واحد الكومونتير على الكبيدات ديالي، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كلشي تيقول لي الدجاجه ما طايباش، الدجاجه ما طايباش، تبارك الله الدجاجه طايبه، وهذا الشيء اللي شاط منها من البارح. هاد ثلاثه مخصه، اما هذوك راه جبتهم عطيتهم في الكونجيلاتور وقليتهم، وزدت الرز فوق هاد الجلبانه وخيزو. بصحتكم وحقكم في الجنه الكبيدات ديالي. شوف البنات الرز بنين البنات، بنين بنين بنين، الرز ديالي هكا بالزبيب وبالجلبانه وبخيزو بنين. بصحتكم وحقكم في الجنه الكبيدات. اجي تشوفوا فين داني الراجلي هنايا. مشينا البنات فاش لحنا داك الكازون في دي شيتري، وجينا هاد البلاصه اللي فيه البرقوق الصفر اللي سميتو ميغابيل البنات. هذه هنا فين قلت لكم واحد الخطره راه لقيت هاد ميغابيل، يعني البرقوق الصفر في الزنقه، يعني في الجر، في الشجر ديال الزنقه، فهمتوني؟ هنا كاين البنات البرقوق، كاين البرقوق داك الكحل، وكاين البعويد، كاين القرقع، وكاين شحال من حاجه البنات. ان الخير تاع ربي في هاد البلاصه فين كاينه انا، الحمد لله على نعمه ربي. وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم البنات هاد البرقوق. وراجلي مسكين قال، قلت لي راه بزاف وتنوري ليه في الصاك، قال لي واعطي لجارتك، اعطي لجارتك. قلت له صافي غادي نعطي لجارتي. ملاني بنين 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 البنات، ميغابيل البنات. غادي نعطي لجارتي شويه باش يديهم ليها ولدي. يلا ولدي دير، يلا هانتوما البنات، هذا غادي يديه لجارتي، دي لانجيليك جبالة كومو جبالة وي بيان سور تو باي. وباقي بيو، ونتمنى يعجبكم الفيديو الكبيدات.